لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. يلاقي المنتخب الوطني المغربي نظيره منتخب الغابون في الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس أفريقيا بالكاميرون، وضمن المنتخب الوطني المغربي التأهل إلى الدور الثمن النهائي، وذلك بعد فوزه في الجولتين السابقتين على المنتخب الغاني ومنتخب جزر القمر. ويحتل المنتخب الوطني المغربي المركز الأول ضمن المجموعة الثالثة بست نقاط، ويبحث عن الفوز ضد منتخب الغابون في الجولة الثالثة. وتقام المواجهة بين المنتخبين يوم الثلاثاء 18 يناير انطلاقا من الساعة 8 مساء بالتوقيت المغربي، وذلك في الجولة الثالثة بدور المجموعات لكأس أفريقيا بالكاميرون. للإشارة، المواجهة بين المنتخبين ستنقل على قناة بي إن سبورتس ماكس الأولى والثانية، بالإضافة لقناة الرياضية المغربية على البث الأرضي.